أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من استوديو 23. مفوضية الانتخابات تؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا بحماية المرشحين والدعايات الخاصة بهم إثر توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني. والأجهزة الأمنية تتابع أي اعتداء على الدعايات الانتخابية، وتم تشكيل لجنة أمنية عليا للحفاظ على الدعايات الانتخابية والمرشحين. بحسب المفوضية فإن الدعايات الانتخابية تعرضت للتمزيق بشكل واسع خلال الأيام الأخيرة، وهذه المخالفات شهدتها جميع المحافظات، وهي لم تستهدف حزبا معينا أو تحالفا معينا أو مرشحا معينا، بل تقريبا كانت متساوية بحسب تصريح المفوضية. أكدت أيضا أن القوات الأمنية ألقت القبض على بعض العناصر التي قامت بتمزيق الدعايات الانتخابية. دعوني أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. أرحب بالمرشح السيد علي غانم حنون المالكي، تولد عام 1962، يحمل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، مرشح تحالف تصميم عن محافظة البصرة لخوض انتخابات مجالس المحافظات، قائم مقام قضاء القرنة وعضو مجلس محافظة سابق. سيد المالكي، مرحبا بك معنا في استوديو 23، برنامجكم الانتخابي للوصول إلى مجلس المحافظة، تفضل. أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الله السادة المشاهدين. حقيقة أستطيع أن ألخص وأقول من أفعالنا تولد أقوالنا. المواقف والإنجازات في الظروف الصعبة هو سلاحنا للسباق مع الآخرين. حينما تطلب مني أن أتحدث عن البرنامج الانتخابي، أستطيع أن ألخص كل هذا البرنامج بكلمة استمرار. استمرار وهو شعار قائمة تحالف تصميم. الاستمرار بالمشاريع التي أنجزت على أرض الواقع. المشاريع لم تكن تخصص في جانب دون آخر، فهنالك مشاريع في المجال الخدمي، على سبيل المثال البنى التحتية. مشاريع البنى التحتية لا تزال على الأرض، سواء كان في مركز المحافظة أو على في الأقضية والنواحي. أما إذا تحدثت عن الطرق والجسور، فهنالك ثورة كبيرة بالطرق، سواء كان الداخلية أو الخارجية، وكذلك الجسور. حتى عملية إنشاء الجسور أو إعادتها إلى الوضع الجديد، هنالك أساليب أو خطط متطورة جدا، ولأول مرة تنشأ عملية بناء جسر وزحزحته بطرق ميكانيكية للموقع المحدد. وعلى سبيل المثال نفتخر بأن الطريق الرابط ما بين البصرة ودول الجوار، سواء كان طريق بصرة صفوان باتجاه الكويت أو بطريق الشلامشة باتجاه جمهورية إيران الإسلامية، الحمد لله وشكر، وكأنه طريق متنزه أصبح بهذه الفترة القصيرة. الطرق أعلى أعادت هيبة وسمعة وحضارة العراق. أما في إذا تحدث عن المدارس، فهنالك ثورة لبناء المدارس، والعديد من المدارس قد تم إنجازها، وهنالك على أرض الواقع مدارس تنجز. أما إذا تحدثت عن المستشفيات، فهنالك مستشفيات في طور الإنشاء، وهنالك أذكر على سبيل المثال مركز لغسيل الكلى. كان مركز غسيل الكلى فقط في مركز المحافظة، الآن مركز غسيل الكلى في القضاء، ونسعى أن يكون إن شاء الله، نعمل على أن يكون مركز غسيل الكلى طيب في العديد من الأقضية. طيب. إذن الخلاصة، إذن شعارنا للبرنامج الانتخابي هو استمرار لثورة المشاريع التي الموجودة على أرض الواقع. خليك يا سيد المالكي أذهب إلى الأنبار لأرحب بالمرشح السيد جاسم محمد عسل، تولد عام 1977، يحمل شهادة الماجستير في القانون، وهو مرشح تحالف تقدم عن محافظة الأنبار لخوض انتخابات مجالس المحافظات، نائب المحافظ للشؤون الفنية وعضو مجلس محافظة
سابق. سيد العسل مرحبا بك معنا، برنامجكم الانتخابي للوصول إلى مجلس المحافظة، تفضل لك الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أخي الكريم ولمشاهدين قناة الشرقية. حقيقة الكتاب واضح من عنوانه، نحن مشروع تقدم أو تحالف تقدم الوطني اليوم في محافظة الأنبار. مشروعنا مستمر للاستمرار بثورة المشاريع الكبرى التي انطلقنا بها بمحافظة الأنبار منذ أن تسلم السيد الحلبوسي محافظ الأنبار، ومن ثم خليفته السيد الدكتور علي فرحان محافظ الأنبار، وأنا كنائب أول لمحافظ الأنبار. لدينا عدة مشاريع، خاصة أن محافظة الأنبار صوت مجلس النواب في قرار أن محافظة الأنبار محافظة منكوبة، لم يكن هناك جسر، لم تكن هناك مدرسة، مشاريع الماء، البنى التحتية كلها مدمرة بالكامل، حتى الأجهزة الأمنية لم يكن هناك أي مركز شرطة. خلال فترة وجيزة شمر سواعد أبناء محافظة الأنبار. نحن كفريق عمل، فريق منسجم في المحافظة ابتداء من محافظ الأنبار عندما كان الرئيس الحلبوسي محافظ الأنبار، استمرنا بنفس النهج، ولحد الآن لدينا عدد كثير من المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية على مختلف القطاعات، سواء كان القطاع الصحي أو التربوي أو البلديات أو الطرق الجسور. أنشأنا فقط وعدنا تصليح أكثر من 163 جسر على مستوى المحافظة. الطريق الدولي مدخل محافظة الأنبار كمرحلة أولى أصبح من أفضل الطرق في على مستوى العراق. نحن كمشروع تقدم هدفنا، نحن أمة وأنا فرد من هذه الأمة، سواء كنت في الجانب الإداري في المحافظة أو في لم أفز بالانتخابات لا سمح الله، نحن لدينا مشروع متكامل لا يتوقف على شخص واحد، وإنما الفريق يعمل بمعية الفريق الواحد لغرض الاستمرار والنهوض بمحافظة الأنبار. طيب، الفترة في محافظة الأنبار في ظل حزب تقدم كفريق عمل عندما استلمنا زمام الأمور، أصبحت محافظة الأنبار تضاهي المحافظات الشمالية، محافظات إقليم كردستان، على الرغم من قلة الموازنة. موازنة الأنبار بالنسبة للمحافظات المتبقية. طيب، هدفنا المضي بمشروع الإعمار والاستقرار في محافظة الأنبار، فنحن كمشروع كحزب. أما مع احترامي للأحزاب المتنافسة، طيب، راح أرجع لك سيد العسل التي تشارك، راح أرجع لك فقط اسمح لي أرحب بضيفي هنا في الأستوديو المرشح السيد رشيد حسين قاسم خلف، تولد عام 1987، يحمل شهادة البكالوريوس في علوم الرياضيات، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني عن محافظة نينوى لخوض انتخابات مجالس المحافظات، تربوي ومعاون مدير إعدادية شارية المختلطة للنازحين. سيد رشيد مرحبا بك معنا، برنامجكم الانتخابي للوصول إلى مجلس محافظة نينوى، تفضل. تحياتي لك وتحياتي لضيوفك ولجميع مشاهدي قناة الشرقية. طبعا برنامج الانتخابي ينبثق من برنامج قائمتنا، قائمة الإرادة والتأخي، المشاركة في مجلس محافظة نينوى، العمل على تعزيز الأمن والاستقرار وفرض سيطرة القانون على في عموم محافظة نينوى وخاصة في قضاء سنجار. في ملف التعويضات، قضاء سنجار تعاني من عدم استلام تعويضات منذ 2014 ولحد الآن. سوف نعمل على تفعيل قانون تعويض الإيزيديين والشبك والتركمان والناجيات الإيزيديات، والعمل على بذل كافة الجهود لإنقاذ المختطفات الإيزيديات التي من 2014 لحد الآن بيد عصابات داعش الإرهابية. لكوني مرشح عن الطبقة الشبابية سوف يكون من ضمن البرنامج الانتخابي أيضا العمل على توفير وتنظيم آلية لفرص عمل لخريجي المعاهد والجامعات لتقليل نسب البطالة في خاصة قضاء سنجار اللي حكينا عنه، ومشاركة الشباب في جميع المحافل والمساهمات التي تحدد. في الجانب الرياضة في ضمن برنامج الانتخابي سوف يكون لنا اهتمام خاص بالرياضة في عموم محافظة نينوى من خلال تأمين المستلزمات الرياضية للفرق الشعبية وبناء الملاعب. أيضا كوني تربوي وكنت مدير مدرسة، قضاء سنجار تعاني من قلة المدارس، ولدينا يعني بعض المدارس دوام مزدوج ودوام ثلاثي، وتعاني من قلة الكادر، وحاليا يعني المحاضرين المجانين
عاملين اضراب عن الدوام لعدم اعطائهم فرص للتعيين او عقود يعني على الاقل يعني عقود. فسوف نعمل على الجانب التربوي، والخطوة الثانية نعمل على حصول محافظة دينا وعلى حصتها العادلة من الميزانية للحكومة العراقية، وخاصة قضاء سنجار لم تستلم ميزانيتها منذ 2014 لحد الآن أو حصلت على نسبة قليلة من عدها. طيب. عدة الملف الزراعي يعني قضاء سنجار منطقة زراعية نعمل على مشروع الري والجزيرة اللي لحد الآن لم ترى النور، فنحاول من خلال مجلس المحافظة أن تفعيل هذا القرار أنه مشروع الري والجزيرة يصل إلى مناطق سنجار. طيب سأعود لك سيد رشيد. إلى باب اللي أرحب بالمرشح السيد سلوان ظافر الأغا، تولد عام 1980، يحمل شهادة البكالوريوس في هندسة الكهرباء، وهو مرشح تحالف قيم المدني عن بابل لخوض انتخابات مجالس المحافظات، مسؤول شعبة المشاريع في بلدية الحلة. سيد سلوان مرحبا بك معنا، ما هو البرنامج الانتخابي الذي تحملونه للوصول إلى مجلس المحافظة؟ تفضل. مساء الخير، شكرا لكم وقناتكم الموقرة في الاستضافة. تحالف قيم المدني برنامج أولوياته ليست بعيدة وليست صعبة، يعني عن هي قريبة من كل مشاكل وأولويات المواطن وحاجات الناس. تحالف قيم المدني هذا أكبر تحالف في العراق اليوم. أيضا النقطة الأهم في تحالفنا رفض بشدة موضوع المحاصصة والدخول بها، نحتاج من هالباب هذا. أيضا اليوم دخلنا بمشاكل، هنالك تهديدات لمرشحين اثنين عندنا في بغداد في محاولات فاشلة لاغتيال. ننتقل لبرنامجنا اللي هو مشاكل كل المواطنين، في ننتقل إلى بابل. إذا ندخل لبابل احنا عندنا التراجع الخدمي الواضح، وأنا أتكلم عن اختصاصي على 20 عام في جانب الخدمات وجانب الدوائر الدولة والمحافظة. اليوم احنا في محافظة بابل نسبة الفجوة التراجع في الصرف الصحي والمجاري اللي هي تصل إلى 90%، الطرق المعبدة لا تتجاوز 30-40%، شبكات الماء لحد وقت قريب يتم استبدال شبكات الماء المنشأة منذ عام 1960. الأولوية الأهم هي موضوع الخدمات والتراجع الكبير. بالتأكيد هنالك تعريج على موضوع القطاع الصحي وبناه التحتية، كذلك موضوع المدارس والدوامات المزدوجة والثلاثية. بشكل عام هذا البرنامج أيضا اليوم نتكلم عن توجه اليوم أنا والفريق اللي عملت معاه اللي رأسته في مشاريع بلدية الحلة. أنجزنا على مدى 3 سنوات لمشاريع لا تزال لم ترى النور، تجاوزت 300 إلى 350 مليار دينار، وأوجدنا حلول محترمة مع مجموعة من المهندسين الشباب الناشطين بهالمجال. برغم كل المشاكل والضغوط اللي واجهناها لقينا حلول لأكثر المشاكل. طيب. اليوم واحدة من أولوياتنا نريد نعمل كون محافظة بابل غير مشمولة بقانون البترودولار، نحتاج كونها ممر مهم وأساسي بين محافظات الوسط وبعض محافظات الجنوب، نحتاج أن تكون هنالك تخصيص لهذا الموضوع. احنا نشكو ونصرف مبالغ على صيانة الطرق والتقاطعات سنويا، ومؤخرا عندنا شارع 60 اللي هو الممر الرئيسي في محافظة بابل ميزانيته وصلت 40 مليار دينار لإعادة تأهيله. هذا كله احنا نحتاج ميزانية خارج الميزانية التنمية الأقاليم والخطط اللي توضعها المحافظة. طيب. إضافة إلى ذلك مدينة محافظة بابل تتميز بموضوع المدينة الأثرية وموقعها الحضاري والسياحة الترفيهية والدينية الموجودة بها. طيب. لا تزال غير منشطة وغير مفعلة لاعتبارات روتينية لمشاكل بين المركز والمحافظة، هذه تحتاج لها قرارات جريئة ومحترمة. محافظة بابل فيها مصانع ومعامل محترمة مثل معامل نسيج الحلة وفي المسيب والإسكندرية، تحتاج إلى دعم، والدعم ليس دعم كلام وشعارات، هنالك دعم. يجب هذه الدوائر هي أغلبها دوائر تمويل ذاتي تتطلب أن تكون هناك سلف خاصة لتطوير وتعمل وفق صار واضح نظام إدارة حقيقي كونه مختص بإدارة البلديات. نعم. طيب. أنا أتكلم عن
ثورة قادمة للإعمار والتقدم، نحتاج إلى ناس مجربين، ناس ذو اختصاص، نعم، ناس مكفوئين بهذا المجال وعملهم واضح على الساحة. طيب خليك وياي سيد سلوان، أرقام مفصلة عن مفوضية الانتخابات تخص المرشحين في كل محافظة عراقية، استعرضنا في حلقة يوم الخميس الماضي جزء من هذه المحافظات. محمد يوسف معه المزيد من المحافظات. مساء الخير محمد. مساء الخير عليك، نستحي لك ولضيوفك. بالفعل سنتحدث اليوم عن كركوك وديالى وبابل والمثنى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أرقام تفصيلية من مفوضية الانتخابات لأعداد المرشحين خلال انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 من الشهر المقبل. فصل ذلك المفوضية بالأعداد الدقيقة ومن كلا الجنسين في كل محافظة عراقية. في كركوك يبلغ عدد المرشحين الكلي 244 مرشحا، بينهم 177 من الذكور و67 مرشحة من الإناث، وهم موزعون على 10 تحالفات وخمسة أحزاب مشاركة في الانتخابات، فيما يبلغ عدد المرشحين الأفراد 6 تتم فقط إلى جانب 5 مرشحين للمكونات. أما في ديالى بلغ مجموع المرشحين 321 مرشحا، بينهم 227 من الذكور و94 مرشحة من النساء، وجاء توزيعهم على أحد فقط خوض الانتخابات المحلية بكيان فرد. محافظة بابل فيها 390 مرشحا، بينهم 285 رجلا و105 نساء، وهم موزعون على 8 تحالفات و4 أحزاب ستشارك في انتخابات مجالس المحافظات، فيما قرر مرشح واحد فقط خوض السباق الانتخابي بقائمة منفردة. في محافظة المثنى بلغ عدد المرشحين الكلي 191 مرشحا، بينهم 141 من الذكور و50 مرشحة من النساء، وهم موزعون على 7 تحالفات وحزبين اثنين للمشاركة في الانتخابات. هذا كل ما لدي، أنا سيليك. شكرا جزيلا لك محمد يوسف، وضعتنا في صورة الأرقام الدقيقة للمرشحين في المحافظات. مشاهدينا الكرام أبقى في يوسف وضع لأرحب بالمرشح السيد محمد نصير سعدون، تولد عام 1977، يحمل شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة العامة، وهو مرشح تحالف السيادة عن محافظة كركوك لخوض انتخابات مجالس المحافظات، مدير قسم التدريب والتنمية البشرية في دائرة صحة محافظة كركوك. دكتور محمد مرحبا بك، برنامجك الانتخابي للوصول إلى مجلس المحافظة. أهلا وسهلا أستاذ أنس. حقيقة البرنامج الانتخابي عدة جوانب، الجانب السياسي بالنسبة لنا ككتلة سياسية، كتلة القيادة، نركز على موضوع عراقية كركوك وكشف مصير المغيبين وإعادة تعمير القرى المهدمة وتعويض أهلها، هذا الجانب السياسي. عندنا جانب استراتيجي اللي هو مهم، أنا شخصيا النقطة الأولى تهمني اللي هي مكافحة الفساد. هذه نقطة أساسية راح نعمل عليها إن شاء الله بعد فوزنا في مجلس المحافظة. وهنا أحب أوجه رسالة أنه موضوع التعيينات خاصة للأخوة المحاضرين المجانيين، أنه إن شاء الله حقوقكم محفوظة، وموضوع التعيينات راح يمضي بما يرضي الله وبعدالة تامة. عندنا أيضا موضوع استثمار الثروة النفطية والغازية في مدينة كركوك، هذه من المشاريع الاستراتيجية المهمة، وتطوير مصفى النفط والعمل على زيادة إنتاج النفط في مدينة كركوك، وما يؤدي طبعا إلى زيادة فرص العمل للشباب. تشييد منطقة خاصة بالطاقة النظيفة وخاصة خلايا الطاقة الشمسية في محافظة كركوك، واللي راح إن شاء الله توفر القدرة على إنهاء مشكلة انقطاع التيار. الآن تحول إلى الجانب الصحي، هذا الجانب يخصني أنا شخصيا كطبيب كمختص. تخصيص جزء من أموال المحافظة لدعم مراكز علاج الأمراض وخاصة مرضى السرطان، وأيضا تخصيص جزء للمرضى اللي محتاجين للسفر للعلاج خارج القطر. إكمال المستشفيات المتلكئة، عندنا أكثر من مستشفى متلكئ، تقريبا 4 مستشفيات. بناء مركز خاص لعلاج حالات تأخر الإنجاب والعقم، هذا راح يكون هدف لنا بالقادم إن شاء الله. أيضا نحتاج إلى تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية
وتأسيس لمراكز الرعاية الصحية في المرحلة الثالثة اللي هي مثلا مراكز لعلاج مرضى السكري والضغط وأمراض القلب بما يقدم خدمة حقيقية للمواطن الكركوكي إن شاء الله. طيب. عندنا الجانب الاقتصادي، هذا الجانب أيضا مهم. أولا راح يكون إعادة النظر في موضوع علوات الخضار في محافظة كركوك، وهو موضوع مهم يمس الأخوة الفلاحين ومنتجي الثروة الحيوانية. تخصيص جزء مهم من أموال المحافظ للمشاريع الصناعية بطريقة الشركات المختلطة، خاصة فيما يخص السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية استهلاك اليوم. إعادة تفعيل الجمعيات الفلاحية ودعم الزراعة، هذا الموضوع يهمنا أنا شخصيا بصفة أنه كركوك تعتبر من المحافظات الزراعية والمنتجة للثروة الحيوانية في فترة سابقة. تخصيص جزء من ميزانية المحافظة لدعم المشاريع الصغيرة للمواطنين بطريقة القروض بدون فائدة، هذا إن شاء الله راح نعمل عليها. عندنا ملف التربية والتعليم، هذا أيضا مهم. خليني يا سيد محمد أرجع لك، بس وراها راح أسألك عن وعودك لناخبيك، لكن الجزء الآخر اللي ما ذكرته فقط أروح للبصرة مرة ثانية. سيد المالكي، شعاركم استمرار، تصميم على الاستمرار. طيب، لكن الوعود للناخبين أنا ضفت لك من يمي تصميم على الاستمرار، وعودك تعهداتك الناخبيك. الوعود من خلال الواقع. الحمد لله شكر في البصرة ماكو شيء ما موجود، لكن نسعى إلى المزيد من العطاء. على سبيل المثال هنالك بطالة لدى الشباب، فاختيار أو زرع مكاتب التشغيل في كل قضاء للشركات النفطية، وكذلك إنشاء مراكز تدريب وتأهيل لهؤلاء العاطلين عن العمل لتسهيل عملهم ضمن الشركات. أنا قلت وذكرت بأن في البصرة ثورة من المشاريع، وكي أكون صادق أمام جمهوري، هنالك بعض المشاريع هنا وهناك، قد تكون هنالك مشروع متلكئ. متابعة أمثال هذه المشاريع وسحب اليد من الشركات المتلكئة، هذا شيء ضروري. وبالإضافة إلى كما معروف في البصرة لابد من زيادة عدد المستشفيات المتخصصة بالأمراض السرطانية، كما تعلمون لوجود الأبخرة والغازات بسبب العمل في الشركات النفطية في البصرة. السعي والعمل على إنشاء مجمعات سكنية في الأقضية والنواحي على غرار مجمعات الراقية النرجس ومجمع الأمل. السعي للاستثمارات في الأقضية والنواحي لتشغيل الأيدي العاملة ولتطوير المدن والتقليل من هجرة المواطنين من الأطراف إلى مركز المحافظة. الحمد لله شكر العمل متواصل. لا أريد أن أذكر أشياء أغلبها موجودة على أرض الواقع ويلمسها المواطن، صار واضح على أرض الواقع بأن البصرة اليوم تضاهي مدن العراق كافة. طيب. سيد جاسم العسل، تعهداتكم للناخبين. حقيقة يعني نحن كحزب تقدم لا نتكلم كلام شاي، ولكن نحن الأفعال لا نعمل وإنما نعمل بالأفعال الحقيقية ليس الأقوال فقط. الشارع الأنباري ومحافظة الأنبار تعلم من هم مشروع تقدم وقادة تقدم والذين مسكوا السلطة في قادة تقدم، لأن نحن اليوم على رأس السلطة الإدارية والفنية في محافظة الأنبار عملنا مشاريع كثيرة بمختلف القطاعات، بمختلف حتى القطاع الصحي، حتى قطاع الداخلية، وزارة الداخلية عملنا مشاريع كثيرة، بناء مراكز شرطة، بناء مديريات شرطة، بناء أفواج، هذا كله من موازنة المحافظة على الرغم من قلة إمكانية موازنة المحافظة. نوعد أهلنا في محافظة الأنبار أنه حريصين على أمنهم، حريصين على استقرارهم، حريصين على إعادة محافظة الأنبار إلى أرقى من
الفترة الماضية، نستمر بالإعمار، نستمر بالتقدم، نستمر بكل مشاريعنا في مختلف القطاعات للنهوض بواقع الأنبار أكثر وأكثر. عكس بعض المشاريع، بس أريد أوصل رسالة من خلال قناتكم الكريمة. اليوم الأحزاب المتنافسة في الانتخابات حق دستوري لكل الأحزاب ولكل الأشخاص. بصفتي كمرشح وأحد قيادين حزب تقدم على محافظة الأنبار، اليوم أريد أوصل رسالة إلى أبناء محافظة الأنبار. هناك مشروع هجر وهدم، عفوا هدم وهجر، وهناك مشروع عمر ورجع لمحافظة الأنبار. لكم الخيار، من وقف مع أبناء محافظتي في أيام المحن، أيام التهجير، أيام عادة الاستقرار، أيام الإعمار، هم أبناء تقدم وحزب تقدم. طيب. وهناك مشاريع دخيلة لا تريد الخير على محافظة الأنبار، وتريد الأنبار دائما نزوح وتهجير. نحن نحارب هذا الفكر، حريصين على الاستقرار الأمني والسلم الاجتماعي في محافظة الأنبار. صار واضح سيد العسل، هذا هدفنا ومشروعنا في حزب تقدم لإعمار المحافظة واستقرار المحافظة وإدامة زخم الإعمار في المستقبل. وإن شاء الله سوف تكون محافظة الأنبار طيب في الفترة المقبلة تضاهي أقليم كردستان في هذه المشاريع. علما عملنا مشاريع استراتيجية في المحافظة، ونشجع على الاستثمار الزراعي والصناعي لغرض توفير فرص كثيرة للعاطلين على العمل. صارت الصورة واضحة يا أمي سيد رشيد حسين، تعهداتكم للناخبين تفضل. تعهداتنا أنه أوعد جماهير محافظة نينوى أنه نبقى على نهج حزبنا، حزب البارت الديمقراطي الكردستاني لديه نضال 77 سنة، أنه الحزب راح نعمل من خلال مجلس المحافظة على إعمار محافظة نينوى لكي تلتحق بمحافظتي دهوك وأربيل من خلال الإعمار. كما أوعد أهالي قضاء سنجار أن أعمل على فتح جامعة في قضاء سنجار، أو على الأقل أقسام من الكليات والمعاهد لتكون نواة لجامعة سنجار في المستقبل. في الجانب الصحي، ناحية سنون وقضاء سنجار جاءت تعاني من قلة المستشفيات والكادر الصحي، الأطباء الأخصائيين. سوف نعمل على فتح عدد أكثر من المستشفيات وزيادة الكادر الصحي في قضاء سنجار وناحية الشمال. كما نعهد أهلنا أنه نبقى صوتهم ويصال صوتهم الحقيقي إلى الجهات ذات العلاقة، ولن نقبل بإهدار ميزانية سنجار أو عدم توزيع الميزانية في محافظة نينوى بشكل عادل على بقية المناطق، خاصة أنه حاليا قضاء مركز موصل يعني نلاحظ أنه بها مشاريع كثيرة، جسور وطرق، ولكن مع الأسف في الأقضية والنواحي لا توجد هكذا خدمات، فراح نحاول أنه نجذب هذه الخدمات لأقضية والنواحي حتى تكون متساوية الميزانية. طيب سيد سلوان الأغا في بحر دقيقة، تعهداتك للناخبين في باب اللي كي يصوتوا لتحالف قيم المدني. نعم، تعهدنا للجماهير والناس والمواطنين في تحالف قيم المدني هو نهجنا المستمر مع اللي منذ أن تشكل التحالف وسبقه قوى التغيير والقوى المدنية في البلد اللي عملت على رفع راية ضد المحاصصة. اليوم نتعهد بالواجب الأساسي لعضو مجلس محافظة هو أن يكون ممثل حقيقي وفق قانون 45 للمجالس المحافظات لسنة 2008، وهذا طبعا يتضمن ثلاث شقوق أو ثلاث فقرات مهمة تخص القانون. أولا اختيار المحافظ وكابينة المحافظة بشكل محترم، ناس كفؤين، ناس يكونون ذو خبرة كبيرة بعيدا عن المحاباة والمجاملة. ثانيا الاختيار مدراء الدوائر والمؤسسات الخدمية بشكل بعناية تامة وبناس كفؤين. ثالثا وضع خطة للمحافظة، خطة تنمية، خطة محترمة، خطة فاعلة
فاعلة وكفوءة بعيدا عن الشكليات والمجاملة، أن تكون خطة تأخذ بنظر الاعتبار المحرومية والمشاكل والنقص والفجوات وضمن علم الإدارة اللي ندرسه واللي نعرفه، وليس يعني تطلق الخطط جزافا وفقط إسقاط فرض لمبالغ. تعهدنا الأساس أنه إحنا نكون مع الناس، ننحاز مع الناس، وبرنامجنا هذا مستمر، هو ليس المكتوب ولا المعلن فقط، إحنا نهجنا هذا سنكون مع الناس واثقين وقريبين صار واضح يعني صادقين معهم. شعارنا اليوم جايين نغير، احنا انا في بابل رفعت شعاري بابل مسؤوليتنا للتراجع الكبير، نعاهدهم تكون ابوابنا مفتوحه قبل وبعد الانتخابات، ونستمر بالتواصل معهم بكل مشاكلهم من خلال مواقعنا الحاليه والمستقبليه، وهذا اللي دأبنا والناس عرفتنا به. أشكرك سيد سلوان. العهد الأساسي إنه نكون إحنا واضحين وصادقين مع المواطنين والناس. صارت صورة واضحة سيد محمد نصير، ما كملت برنامجك الانتخابي على عجالة لو سمحت، وياها تعهداتك للناخبين. موضوع التربية والتعليم، دعم العملية التربوية من خلال بناء أجنحة إضافية في المدارس اللي بها كثافة سكانية خاصة في المناطق الشعبية، ورفضها بالرحلات والمستلزمات المدرسية. في نيتنا تأسيس جامعة جديدة في كركوك لاستيعاب الطلب خاصة في الدراسات العليا، وإن شاء الله ما نخلي أي طالب من كركوك يدرس دراسات عليا خارج محافظة كركوك. تخصيص جزء من موازنة المحافظة لتدريب الكوادر الطبية والهندسية والتدريسية خارج القطر بما ينفع المدينة ويرتقي بالعمل في هذه المدينة. بما يخص الشباب، عندنا فكرة في بناء مجمعات سكنية خاصة للشباب المقبلين على الزواج بترتيب الأقساط المريحة بدون مقدمات، وأيضا تخصيص جزء لدعم الأندية الرياضية والفرق الشعبية ومراكز الشباب وحماية العمال والأيدي العاملة من خلال مراقبة استغلال العمال في هذه المحافظة. تعهداتك للناخبين في خضم هذا البرنامج. كلمتين. نعم. لن أبيع وما أعوفكم. خلصت. عيد لي إياها. لن أبيع وما أعوفكم. طيب. راح أذكرك بهن دكتور. أكيد. طيب. أنا من عائلة سياسية، بحياة لا والدي ولا جدي باعوا فما أبيع أبدا. أنا أشكرك وأتمنى لك التوفيق. سيد محمد نصير سعدون، مرشح تحالف القيادة عن محافظة كركوك ليخوض الانتخابات المحلية. شكرا للسيد علي غانم المالكي، مرشح تحالف تصميم من البصرة. شكرا للسيد جاسم العسل، مرشح تحالف تقدم عن محافظة الأنبار. شكرا للسيد رشيد حسين قاسم، مرشح البارتي عن محافظة نينوى. شكرا للسيد سلوان الأغا، مرشح تحالف قيم المدني لخوض الانتخابات عن محافظة بابل. نذهب إلى هذا الاستطلاع الذي أجراه برنامج استوديو 23، ومن ثم أعود لأرحب بمجموعة أخرى من المرشحين ولنتحدث عن برامجهم خلال هذه الحلقة. تفضلوا بالبقاء معنا. تترقب محافظة ديالى وجماهير محافظة ديالى إقامة مجالس المحافظات بفارغ الصبر بصراحة، كون هذه الانتخابات لا تقل أهمية عن انتخابات مجالس النواب، ولأنها أيضا انتخابات مجالس المحافظات عملها تشريعي قريب من المواطن، عملها رقابي، وإضافة إلى ذلك متابعة كل الجوانب الخدمية في المحافظة وأقضية المحافظة إن شاء الله. هناك رغبة واسعة من قبل أهالي ديالى للمشاركة في الانتخابات من أجل تغيير واقع المحافظة من ناحية العمار والخدمات، وباعتقادي أن المشاركة في هذه الانتخابات تختلف عن الانتخابات السابقة من حيث المشاركة والاختيار، وباعتقادي أيضا أن المشاركة بالانتخابات هي تكليف شرعي قبل أن يكون تكليف وطني. انتخابات مجالس المحافظات في مرحلة مهمة وفيصلية من حيث الخدمات وإعادة الإعمار اللاصوري الواقع الذي يلمسه من ديالى، لذلك ندعو المشاركة الفاعلة للانتخابات واختيار الأصلح واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب لإكمال عجلة الإعمار والخدمات. ترقب المواطنين الانتخابات 2023، عندهم آمال على هذه الانتخابات يعني التعيينات، فرص عمل للعاطلين، ازدهار القطاع الخاص، ومثل ما نشوف ديالى عانت من الإرهاب، هسه الإعمار والانتخابات القادمة أفضل، وحث الناس على المشاركة بالانتخابات والاختيار الرجل المناسب في المحافظة. ندعو أن تكون هذه المجالس نزيهة، من يصعد إلى المجلس نزيه مقتدر كفو
إداري يستطيع أن يرتقي بمصالح المحافظة اللي يمثلها. اليوم الانتخابات تجرى في وقت محدد، أمر ضروري جدا بسبب كون هذه الانتخابات تكون مفصلية، والشارع الموصلي أو الشارع العراقي بصورة عامة ينتظر الانتخابات. هنالك ترقب لإجراء الانتخابات في وقت محدد، مع العلم أكو ضغوطات سياسية أنه تلغى الانتخابات أو تؤجل عن موعدها هو 18-12، لكن هذا الشيء غلط ومو من صالح المجتمع أنه تتجه الانتخابات. الناس متفائلين بالانتخابات أن تكون بموعدة، بالتالي موضوع التأجيل قد شوية يجعل من الناس مخاوف أن تكون هذه الانتخابات إذا ما أجلت فيها جزء من اللعب. لذلك أتمنى أن تكون الانتخابات بموعدها المحدد. كثير من الناس متأملين أن يكون هناك جزء من التغيير في موضوع الانتخابات، خاصة في مجال المحافظات، وأنا أخص محافظة نينوى اللي مجلس المحافظة تم إقالته، والمحافظة بدون أي مجلس في داخل المحافظة، ونحتاج إلى وجودها من أجل المشاريع وأيضا من أجل رسم الخطوط وتقليل نوعا ما سلطة بعض الجهات من خارج المدينة على المحافظة. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في استوديو 23. سريعا أرحب بضيوفي في القسم الثاني من هذه الحلقة لهذا اليوم. أرحب بالمرشحة هبة فاضل المشهداني، تولد عام 1984، تحمل شهادة البكالوريوس من كلية اللغات، مرشحة تحالف العزم عن بغداد لخوض انتخابات مجالس المحافظات، متطوعة سابقة مع الهلال الأحمر الدولي لإغاثة النازحين. أستاذة المشهداني، مرحبا بك معنا. ما هو البرنامج الذي تحملونه للوصول إلى مجلس محافظة بغداد؟ تفضلي. مساء الخير مشاهدي قناة الشرقية. أحب أشكر قناة الشرقية لاستضافتها اليوم، إن قناة الشرقية سباقة دائما توصيل المهم للشارع العراقي. ونشكر اليوم ومرشحاني عن تحالف العزم برئاسة رئيس التحالف الأستاذ مثنى السامرائي، اللي مكننا كمرشحين وهيئنا الفرصة أنه نخوض هذه التجربة وخلانا نكون من صناع التغيير. برنامجي الانتخابي برنامج يشمل عدة ملفات، بس من أهم الملفات هي إعادة هيكلية بغداد، إعادة جمالية بغداد. بغداد كانت تسمى جوهرة ولؤلؤة العواصم العربية، بغداد متميزة، كان طموح كل شاب وكل تاجر وكل مثقف المجيء لبغداد. عندنا برنامج انتخابي وضعناه، برنامج انتخابي يشمل عدة ملفات. الملف المهم جدا ملف الشباب، تمكين الشباب ومساعدتهم، توفير فرص العمل لهم، توفير الفرص بإيجاد شركات مستثمرة تدخل للبلد، تشغيل الأيدي العاملة اللي تكون قادرة، من الأيدي العاملة اللي تشتغل بكل نعم. عفوا راح الصوت، أنا أسمعك بشكل واضح، أتمنى تكملين الفكرة ست هبة. أستاذ أنس، أنا دا أسمعك بشكل واضح ست هبة. طيب أرجع لك مرة ثانية لو تكملين الفكرة. أي تمام أستاذ أنس. طيب إيجاد مستثمرين وإدخال المشاريع، إدخال إيجاد أنه نوفر أيدي عاملة وطنية واستبعاد الأيدي العاملة الأجنبية، هذا شيء مهم جدا. شحة المياه موضوع مهم أيضا، شحة المياه بشمال بغداد، هسه إحنا مقبلين على زراعة محاصيلنا، المحاصيل الشتوية، دعانون الفلاحين
الفلاحين معاناة كبيرة جدا. عندنا الثروة السمكية، زين الأحواض الأسماك دي عانت ومعانت من أصابتها أمراض. مطلوب من عندنا دعم، توفير دعم حقيقي، توفير دعم حقيقي لهم، مساعدتهم وتمكينهم من خلق طيب راح ارجع لك مره ثانيه ست هبه، الصوت ما بيشي اعتقد تسمعيني بشكل واضح، راح ارجع لك خلال دقائق هذه الحلقه. ارحب بالمرشح السيد مسافر عبد زيد الفتلاوي، تولد عام 1973، دبلوم في التمريض، وهو مرشح ائتلاف دولة القانون عن محافظة النجف لخوض انتخابات مجالس المحافظات، موظف في دائرة صحة محافظة النجف. سيد الفتلاوي مرحبا بك، البرنامج الانتخابي الذي تحملونه للوصول إلى مجلس المحافظة، تفضل. أهلا بكم أستاذ وبضيوفك الكرام وجميع مشاهدي قناة الشرقية، وشكرا لقناتكم الموقرة اللي تاحت لنا الفرصة لعرض برنامج الانتخابي لمجلس محافظة النجف الأشرف، الله يحفظكم. في البدء، نحن كمرشحين ائتلاف دولة القانون عن محافظة النجف الأشرف سنكمل ما بدأ به السيد المالكي من مبادرات كانت قد توقفت عام 2014، منها المبادرات الصناعية والزراعية والسكنية والصحية وتطوير الواقع الخدمي وتطوير الواقع الخدمي في المحافظة. أما برنامج الانتخابي سأعمل جاهدا على خلق فرص جيدة للخريجين والعاطلين عن العمل في محافظتنا العزيزة، وذلك باستقطاب المشاريع الاستثمارية في المحافظة ودعم القطاع الخاص في المحافظة. كوني أسكن قضاء المشخاب، تلك المدينة العريقة التي تختص بزراعة المحاصيل الزراعية والتي تفتقر إلى شحة، فيها شحة مياه، وضعنا في برنامجنا الانتخابي إن شاء الله دعم الفلاح والمبادرة الزراعية، ومطالبة الحكومة المركزية بمشاورة بدء المشاورة لزيادة الحصة المائية مع الجارة تركيا. أما فيما يخص القطاع الصحي والتربية فهناك خطة عمل جيدة لتطوير الواقع البنى التحتية لوجود مدارس متهالكة ومستشفيات تحتاج إلى مراقبة مستمرة، مراقبة مستمرة من عضو أو أعضاء مجلس محافظة النجف للمراقبة لهذه المشاريع وتعيين أو إيجاد مدراء أكفاء وكوادر متخصصة في إدارة هذين الملفين المهمين. طيب خليك ويانا سيد الفتلاوي للاستوديو لأرحب هنا بالمرشح السيد يعرب عبد المحسن الشلاوي، تولد عام 1971، يحمل شهادة الدكتوراه تخصص الذكاء الصناعي، مرشح تحالف تقدم عن محافظة نينوى لخوض انتخابات مجالس المحافظات، مهندس وأكاديمي وتدريسي في كلية هندسة الإلكترونيات بالموصل. مرحبا بكم دكتور يعرب. توقفت أنا من قلت الذكاء الاصطناعي، لأنه نعم. فعلا هو تهديد إلى جانب كونه ينم عن تطور البحث العلمي. نعم. حاليا برنامجك الانتخابي الأكاديمي أو السياسي، تفضل لك الكلمة. نعم. دكتور حياك الله. نعم. شكرا جزيلا لقناة الشرقية على هذه الاستضافة ودعمها لبرامج المرشحين في الانتخابات القادمة. في الحقيقة نحن في تحالف تقدم، لدينا من الكفاءات الموجودة، أنا أحد الكفاءات الذي أمثل الأكاديميين في محافظة نينوى، أهدف من خلال برنامجي لإدخال كافة البحوث التي حصلت في الجامعة على توصيات مهمة بدل أن تركن في الرفوف تصل إلى دوائر المحافظة من أجل تنفيذها وتطبيقها، فنحن نمثل الجسر الواصل، وكذلك في نفس الوقت نحن نحاول أن نكون مرجعا لكل الدوائر الخدمية في المحافظة. في الحقيقة نحن في برنامجنا الذي يعتمد على القواعد الأساسية اللي هي العلمية والإدارية والمالية، في المجالس السابقة
لم نجد اللمسة الأكاديمية في أداء مجالس المحافظات السابقة منذ عام 2013 وتوقفها في عام 2019. نحن الآن نعود عودة ثانية نريدها أن تكون صحيحة، ولا نقبل ببديل عن أن يكون لدينا أعضاء مجلس محافظة مهنيون إداريون متمكنون من أدائهم، ذوي حكمة في اتخاذ قرارات توزيع نسبة الأموال التي تصل إلى المحافظة وهي 11.6%، التي لأول مرة ولأول سنة تحصل محافظة نينوى وبإصرار من نواب هذه المحافظة في السنة الأخيرة حيث حصلت على 4 تريليون. نحن الآن في صدد السنة القادمة توزيعها التوزيع العلمي الصحيح وإدخال كافة التقنيات الصحيحة مثل الذكاء الاصطناعي، مثل الأتمتة في إدارة الخدمات اللي بالنسبة للمواطنين، بالإضافة إلى قطاع الصحة. نحن نعاني في قطاع الصحة نتيجة الظروف التي مرت محافظة نينوى فيها، عجز كبير في عدد المستشفيات والتي تتطلب أيضا دعم المستشفيات الأهلية، الكارثة التي أصابت المدينة في كارثة الحمدانية بينت كم هو عجزنا في هذا المجال. سنسعى إلى تطوير الصناعة الدوائية في المحافظة، كما سنطالب بدعم كافة الموظفين في القطاع التعليمي والتربوي والصحي وحتى على الداخلية وجهات الأمن، حيث حقوقهم التي نرى بأنها لم تتحقق لمدة أكثر من 25 سنة فيما يخص حقهم واستحقاقهم في الأراضي حسب القانون المنصوص عليه فيما يخص دراسات حملة الشهادات العليا من المحافظة والجامعات الأخرى. طيب اسمحوا لي أروح لذي قار، أرحب من هناك بالمرشح السيد عبد الزهر حسن الوارد، تولد عام 1965، يحمل شهادة البكالوريوس في التربية الرياضية، وهو مرشح ائتلاف دولة القانون عن محافظة ذي قار لخوض انتخابات مجالس المحافظات، رئيس مجلس قضاء الشطرة حتى عام 2019. سيد عبد الزهرة مرحبا بك معنا، ما هو برنامجكم الانتخابي للوصول إلى مجلس المحافظة؟ سيد عبد الزهرة سألتك عن البرنامج الانتخابي للوصول إلى مجلس المحافظة إذا كنت تسمعني. هسه سمعتك استاذ. نعم حياك الله تفضل. يا مرحبا حسين، يا مرحبا استاذ بيك والمشاهدين الكرام. برنامجكم الانتخابي سيد عبد الزهرة؟ برنامجنا بسم الله الرحمن الرحيم، برنامجنا الانتخابي كدولة قانون مرشح عن دولة القانون هي تقديم الخدمات الى ابناء محافظة ذي قار وتكملة المشاريع المتوقفة، وهذا المشروع له عدة يعني جوانب، من الجانب التعليمي كإكمال جامعة الشطرة وإنشاء مدارس جديدة في المحافظة، وفي القطاع الزراعي توفير المياه والأسمدة والمعدات إلى جميع الفلاحين في محافظة ذي قار، كذلك في الجانب الصحي إنشاء مستشفيات رسينة وإنشاء المستوصفات في القرى والأرياف، كذلك في القطاع الخدمي كالمجاري وإيصال المياه الصالحة للشرب إلى جميع نواحي وأقضية محافظة ذي قار. طيب خليك ويانا سيد عبد الزهرة، أعود للأستوديو لأرحب بالمرشح السيد صفوة صالح صابر، تولد عام 1978، يحمل شهادة البكالوريوس في القانون، وهو مرشح جبهة التركمان عن محافظة كركوك لخوض انتخابات مجالس المحافظات، رئيس جماعة كركوك للمحامين والحقوقيين التركمان. سيد صفوة مرحبا بك معنا. مرحبا بكم، تفضل وأطلعنا على برنامجك الانتخابي للوصول إلى مجلس المحافظة. مساء الخير، نشكركم ونشكر قناة الشرقية على إتاحة هذه الفرصة الراقية. برنامج الانتخابي يتضمن حول النقطة الأولى دعم القطاع الصحي هي محافظة كركوك من خلال تأييد ودعم إنشاء المستشفيات وتطوير العلمي للكوادر الطبية من خلال فتح الدورات وإرسالهم إلى دورات خارج العراق. النقطة الثانية دعم قطاع التربية في محافظة كركوك بكافة جوانبها، ومن ثم محاربة الفساد
المنتشر في بعض الدوائر الموجودة، كما أيضا من خلال البرنامج الانتخابي دعم قطاع الزراعة وكذلك دعم الصناعات النفطية في محافظة كركوك كونها محافظة غنية بالنفط، وذلك يسمح فرصة للشباب من خلال الانخراط مع تلك المشاريع وكذلك إيجاد فرص عمل للشباب من خلال دعم المشاريع الصغيرة وإقراض تلك المشاريع عن طريق الحكومة المحلية في محافظة كركوك. يضف إلى ذلك نسعى من خلال برنامجنا الانتخابي إلى خدمة المحافظة وأهلها بكافة المشاكل التي قد تعترض حياتهم اليومية. طيب إلى بغداد مرة أخرى ست هبة المشهداني، شنو تعهداتكم لناخبيكم؟ تفضلي. وعودنا إن شاء الله أستاذ أنس تكون وعود حقيقية مو شعارات رنانة، آملين إحنا نكون الصوت القوي والصوت الواصل لمجلس محافظة بغداد، ونكون الصوت اللي يمثل الفئة الكاملة من الشباب وكل أهلنا وكل مجتمعنا اللي راح يتمثل ثقتهم بينا، ونوفر كل الأشياء اللي نقدر عليها من ضمن الصلاحيات الممنوحة إن من ضمن صلاحيات مجلس محافظة بغداد، ونكون داعمين وساندين من خلال تحالفنا تحالف العزم بقيادة الأستاذ مثنى السامرائي. طيب صارت الصورة واضحة. سيد مسافر الفتلاوي، تعهداتكم لناخبيكم في النجف. نعم إن شاء الله أكون خير للناخب النجفي، خير من يمثله في مجلس محافظة النجف، كون مجلس المحافظة هو مجلس خدمي يهتم بكل تفاصيل المواطن النجفي من خدمات وصحة وتربية وزراعة وسكن. إن شاء الله سأعمل مع أخوتي في الأعضاء بكل ما أتينا بقوة لتوفير كل المستلزمات الخاصة التصف في مصلحة المواطن النجفي، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع. طيب شكرا. سيد يعرب شلاوي، تعهداتكم العلمية قبل الخدمية. نعم، في النسبة للجامعات سندعم الجامعات وندعم الطلبة حتى الكليات الأهلية. الجامعات في الحقيقة تحتاج إلى دعم في مجال البحث وتخصيصات المالية في بالنسبة لتنمية الأقاليم، نسعى إلى تخصيص نسبة منها ذات أهمية لدعم البحوث في هذه الجامعات. كذلك الطلبة نسعى إلى دعمهم من خلال مشروع المنحة للعوائل المتعففة والغير القادرين على دفع نفقات الدراسات في كانت الجامعات الأهلية أو الحكومية فيما يخص الأقسام الداخلية ومشروع القسم الداخلي المجاني. بالإضافة إلى ذلك نحن نسعى أيضا من خلال مشروعنا القادم إلى فض كل الإشكالات والملفات التي تعرضت لها المدينة، مثل ملف الضحايا، ملف التعويضات الذي هو ما زال معلق بالنسبة للكثير من الحالات الموجودة في المدينة. كذلك نحن على ثقة تامة بأنه جمهورنا سيختار المجلس الذي سيمثله وسيحقق طموحاته، وسنكون إن شاء الله من ضمن هذا المجلس في توفير كل ما تصبو إليه جماهيرنا في محافظة نينوى العزيزة التي تستحق بعد ما عانت منه هذه المحافظة وهذه المدن التابعة لها من آثار الداعش، التي الحمد لله لن نعود إلى ذلك المربع مجددا، وتجاربنا خارج العراق وداخل العراق فترة النزوح أو حتى فترة الدراسة خارج العراق سنطبقها في هذه المرة، وجاءت الفرصة لنكون في الموقف المكان الصحيح إن شاء الله. طيب سيد عبد الزهرة، تعهداتكم للناخبين في ذي قار. أستاذ متعهد لأبناء محافظتنا إن شاء الله في حالة فوزنا في مجلس محافظة ذي قار أن نقدم للمحافظة أفضل الخدمات، وندعم الشباب بإنشاء الملاعب الجديدة والدورات التدريبية وإيجاد فرص العمل، وإن شاء الله نسعى في حالة الفوز إلى توزيع القطع الأراضي لجميع شرائح أبناء محافظة ذي قار، وكذلك نسعى إلى دعم جميع الفلاحين في توفير الأسمدة والمعدات الزراعية، وكذلك بسط الأمن في المحافظة وتقوية الأجهزة الأمنية ومكافحة المخدرات والجريمة في المحافظة.
طيب سيد صفوت، تعهداتكم لناخبيكم في كركوك؟ نتعهد أن نكون عند حسن الظن شعبنا وأهلنا في كركوك وأن نكون في خدمتهم دوما. طيب لجميع المكونات طبعا بالاستثناء أكيد استاذ. مشوار موفق أرجوه للجميع. شكرا لك سيد صفوت صالح صابر مرشح جبهة التركمان عن محافظة كركوك لخوض انتخابات مجالس المحافظات. شكرا لست هبة فاضل المشهداني مرشح التحالف عزم عن بغداد لخوض الانتخابات. شكرا للسيد مسافر الفتلاوي مرشح ائتلاف دولة القانون عن محافظة النجف. شكرا للسيد يعرب الشلاوي مرشح تحالف تقدم عن محافظة نينوى لخوض انتخابات مجالس المحافظات. شكرا للسيد عبد الزهرة حسن العبودي مرشح ائتلاف دولة القانون عن محافظة ذي قار لخوض الانتخابات. مشوار موفق للجميع. نلتقي غدا مع مجموعة أخرى من المرشحين. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.